السلام عليكم اخواني اخواتي ساليم فيسبوك يوتيوب هاي everybody from YouTube. I want you to follow me what I'm gonna do. I'm gonna show you this paint acrylic how I'm gonna do it less than 15 minutes. Je vais vous montrer cette peinture, comment je vais le faire. Je vais le peindre avec l'acrylique et je vais le faire moi 15 minutes. اخوان اخوات غادي تابعوني غادي تشوفوا لي كيفاش غادي هاد اللوحه هذه اقل من 15 دقيقه وهي اللي كنصبغ هذا اكريليك اكريليك يعني ديال الماء ماشي الزيت غادي تابعوني اليوم شهر ابريل 2020 تابعوني الله يخليك شكرا يعني اقل من 15 دقيقة مع ذلك كنمشي نغسل البروجي اسبوع وشي شوية كنتسنى باش نشوف شوية الصبغة ورغم ذلك اقل من 15 دقيقة كما قلت لكم وهو انا as you see I needed less than 15 minutes this with my technique my prop technique you can paint I mean, anybody can paint even if you never try just try it next time I'm gonna do more painting seminar and I explain to you how to use the primary color is the trick is the primary color primary يعني المرة الجاية ان شاء الله غادي نقول لكم انا كيفاش ندير primary هو الفراش علاش كنسمع على الطراش لان كنفراش هاد الصبغة هادي ما كدارش بالوقت ما كتوقفش اللوحة كديرها بلا كتفرج هادشي اللي كنسمع على الطلاش بيتي لا ريزون واي اي كول ات طلاش بيكوز اي تال اي دو طلاش بيكوز ايفريثينغ ويل بي كوش افتر كوش كوش افتر كوش ذاتس ريزون واي اي كول ات طلاش اتس ماي بروب تكنيك اي جوست ديسكفر ذس اي ديسكفر تكنيك اي بين دوينغ ذات فور اولموست 6 ييرز ناو 6 ييرز اي بين دوينغ ذات Je fais ça, ça fait longtemps, ça fait 6 ans que je fais ça, cette technique.
So, je suis en train d'accélérer puis de développer de plus. يعني اخوات اخوات هادشي كان كنمارسو هاد التكنيك اللي كندير جديده هادي كنمارسها هادي ست سنين وانا كندير هادي. المهم هاد التكنيك هادي ديالي انا، خاصه ديالي انا اللي يعني اللي خلقت هاد التكنيك. اسمحوا لي انا الكلمه ديال خلقت، يعني ما كاينش كلمه اخرى بالمصطلحات العربيه باش نقول لكم يعني افونتي افونتي سميتو كوديا. المهم هاد التكنيك هادي راه اي واحد يقدر يسبق، يقدر يدير لا بانتور واخا ما عمرو دارها، واخا ما عمرو دار لا بانتور يقدر يدير. شوف ما نطولش، المهم خليكم معايا، تابعوني في فيسبوك، حاولوا تسجلوا في يوتيوب. اذا تسجلتوا في يوتيوب بزاف غادي تساعدوني باش غنبدا ندير لكم دروس بالرسم ودروس باللوحات على طريق يوتيوب. اوكي، وما تنساوش تعطيني هذا الصباع ماشي الوسطاني، هذا البوس. علي شكرا لكم، نتلقى معكم ان شاء الله مره اخرى. السلام عليكم. Thank you very much for your time. Merci beaucoup. A bientôt.